البوشات مغيره. شو نقول لك؟ انا نتذكر في حصه اذاعيه وقتها مازال كيف اصدر الامر، وقلت انه هذا الامر حماله اوجه في جانب ما موجود في كل دول العالم، القوانين تنظم الفضاءات هذه. يمكن نحن بلوز اون المساله غريبه علينا، لكن في تونس وكما كان يتحدث معز اصبح عصا غليظه معناها نضرب بها المعارضين لمسار 25 جويلية ولا لسلطه 25 جويلية، لان يعني انا نعتقد انه نحن في لحظه الفصل بين المسار والسلطه. مسار 25 هو مسار الشباب المحتج من 21 من ديسمبر 21 وجانفي 22 واللي رجع في جوان وجويليا للشارع، واللي هو لليوم في جزء كبير منه مازال عنده نفس سقف الطموح ونفس سقف المطالب. والسلطة هي مسألة أخرى. دونك لهنا نحب نفصل ما بين هالمسار والسلطة. مسار 25 مين الجمش يكون فما نقاط تقاطع بينه وبين المرسوم 54، لأنه مسار 25 انطلق وقت لي وهين الشباب في الشارع في سيدي حسين، ومسار 25 وقت الشباب خرجوا للشارع انطلق على أنه كانوا عنا رفاقنا وعنا الشباب أصدقائنا في الجامعة كانوا يتعرضوا للهرس لو لقفات. ومسار 25 انطلق لانه حكومه المشيشي كانت تاخو لي كابتور ديكرون من لي بروفيل فيسبوك نتاعنا وتستدعانا، وهذا يصير اليوم مازال، وهذا مازال يصير اليوم. دونك سلطه 25 في هذه المساله بالذات تقاطعت مع ما قبل مسار 25. راهو وقت لي نقولوا رانا احنا ماشيين باش نقدموا بالمسار هذايا نحو تحقيق طموحه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية وما إلى غير ذلك، ونحن اليوم راهو مازلنا غير جديين فيه. سي عمر فقط تفاعل أنا معاك، يعني وكأنك تقول اليوم نفس السياسات ولكن بعناوين مختلفة. لا لا هبش نقول لك هبش، لا لا مانيش غادي، يعني أنا مانيش غادي. نحن مازلنا على الأقل في مسألة طبيعة اتجاه المسار نحو على الأقل نحكي راني في النوايا الظاهرة، لأنه ونيفو ديكزيكسيون مازلنا ما رينا حتى شيء، مازلنا لم ننطلق في تطبيق هالتصورات اللي يتحدث عليها السيد الرئيس. نحن مازلنا كيفنا كيفكم كيف التوانسة الكل نسمعوا في تصورات اللي قدم فيها الرجل والنوايا التي يعبر عنها ونتعامل معها بتفاعل إيجابي على الأقل. فهمتني؟ نعطيك بعد شوية الكلمة سي عمر، نعطيك الكلمة مازال فما وقت. نوضح لك حاجة واحدة في علاقة بالمرسوم، أنه يكون فما تقاطع بين المسار والسلطة في علاقة بسقف الطموحات الاجتماعية والاقتصادية لغير ذلك، هذا لا يعني أنه راهو لازم الناس أو بالضرورة تتنازل العباد على حريتها في الكلام. واضح.